اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هناخد جوله في فندق كامبينسكي القاهره. طبعا الفندق ده مشهور جدا لانه اتصور فيه كليب القاهره ونيلها بتاع عمرو دياب ومحمد منير. بس في البدايه عندي طلب شخصي، يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، لان الموضوع ده بيخلي الفيديو ينتشر اكتر فالقناه تكبر واحنا كمان نتطور ونقدم صوره ومحتوى افضل يليق بيك ان شاء الله. واكتبوا لنا في التعليقات عاوزين فندق ايه المره الجايه. الفندق 5 نجوم صف اول على النيل مباشره في منطقه جاردن سيتي، قريب جدا من وسط البلد، يعني حوالي 3 دقايق بالعربيه تلاقي نفسك في ميدان التحرير عند المتحف المصري. الفندق مساحته مش كبيره وده واضح جدا من اول دخولك الريسبشن، لكنه شيك ومميز جدا وكل حاجه في مكانها تقريبا. ومبنى الفندق مش عالي، بيفكرنا بفندق ريتز كارلتون اللي في ميدان التحرير. الفندق فيه 190 غرفه وده رقم يعتبر مش كبير بالنسبه لفنادق القاهره. بالنسبة للغرف ففي منها أنواع كتير، في ستاندر سيتي فيو يعني مطلة على المدينة، وفي سوبيريور نايل فيو يعني مطلة على النيل، ودي بتبقى بسريرين وبتكون صغيرة شوية، وفي ديلوكس نايل فيو بتكون مطلة على النيل، ومساحة الغرفة بتكون واسعة شوية، ودي واحدة من الأوض الكينج. ولفت نظري جمال الديكور واللمسة الكلاسيكية الجميلة، والألوان بصراحة كانت مريحة جدا، وتحس بفن استغلال الأماكن الصغيرة، كل حاجة في مكانها فعلا. وأول ما تفتح الباب هتلاقي كوفا كورنر جميل جدا، شكله يفتح النفس بصراحة. أحلى حاجة سجدت الصلاة. ومن الحاجات اللي لفتت نظري وجود حمام سباحة على الروف، وده اللي اتصور فيه كليب القاهرة ونيلها بتاع عمرو دياب ومحمد منير. الفندق فيه مجموعة من المطاعم والبارات، منهم مطعم اسمه عثمانلي وده بيقدم أكلات تركية، وفي مطعم اسمه زابلو وده بيقدم أكلات إيطالية. وبالنسبة للأجنحة في نظام جونيور سويت بيكون غرفة وصالة، وديلوكس سويت غرفتين وصالة. بشكركم جدا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ده ياريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب علشان القناة تكبر ونكون عيونك ودليلك في كل مكان.